عسلام. عسلامة، مرحبا. شفنا برشا انتقاد للقائمة تاع المنتخب الوطني التونسي اللي باش تشارك في كأس أفريقيا، استبعاد جوارات، نحكيو على أكتاف، نحكيو على جوارات تحضر وجوارات ما تحضرش، شفنا شوشين، شفنا حنا باع المجبري، برشا حاجات. والله يشوف، نعرفوا لي كأس أفريقيا على الأبواب، ساعات معدودة على بداية الكان، ثم مثل يقول اللوم بعد القضاء بدعة. صحيح حصل ما في الصدور، القائمة حضرت، الأسماء اللي باش تشارك في الكان موجودة، 27 لاعب توا، الكل ورا المنتخب الوطني التونسي، الكل مع المنتخب الوطني التونسي، رغم الأخطاء، رغم الأسماء اللي ما كانتش موجودة. ذكرت حنبع المجبري من أبرز اللاعبين اللي لازم يكونوا في المنتخب الوطني التونسي، وأسفه ما هوش موجود في القائمة، لكن كما قلت لك اليوم بعد القضاء بدعة على المنتخب الوطني التونسي تنتظروا مباريات نارية، تعتبر أصعب مجموعة، مجموعة المنتخب الوطني التونسي اللي ضمت المنتخب المالي، منتخب البافانا بافانا، منتخب جنوب أفريقيا، وأيضا منتخب ناميبيا اللي حاسبين معناها المنتخب الضعيف، فرض نفسه في المباراة الودية أمام منتخب غانا، منتخب البلاك ستارز، يعني تنتظرنا مباريات صعيبة. صحيح المباريات الودية اللي لعبناها سواء كنت موريتانيا 0-0 لا تعكس المستوى الحقيقي للمنتخب الوطني التونسي. شفنا المباراة الأخيرة اللي ما كانتش متلفزة وما كانتش منقولة إعلاميا، فاز فيها المنتخب الوطني التونسي 2-0 على حساب فريق الرأس الأخضر. اليوم المنتخب الوطني التونسي أو المباراة ليه أمام منتخب ناميبيا لازم حصاد 3 نقاط مهمة وهامة جدا قبل الانتقال لمباراة مالي. المالي المنتخب الكبير اللي عنده نجوم تنشط في الدوريات الخمس الكبرى، يعني تنشط في إنجلترا، تنشط في الدوري الإنجليزي، يعني عنده لاعبين من الطراز العالي، حذاري ثم حذاري من مالي اللي تعتبر من أخطر الفرق، وممكن تكون حصان الأسود حتى أصعب حتى من جنوب أفريقيا اللي عندها تاريخ مع كأس أفريقيا. اليوم المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله يترشح ثاني، ولا علاش ليه يترشح الأول في مجموعته، وما نبقوش نستنوا كأحسن ثالث وغيرها من الانتظارات. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون على حسن الظن من 2004، يعني 20 عام مفوزني. كما قلت لك يعني المنتخب الوطني التونسي والإطار الفني خاصة لازم يعرف كيفاش يوظف اللاعبين. شفنا تشكيلة مغايرة على مباراة موريتانيا، تقريبا تغيير أكثر من 5 لاعبين، لازم يعرف كيفاش يوظف وسط الميدان جلال القادري، اليوم لازم يعرف كيفاش يحط التشكيلة، خاصة الأسماء اللي يستحق يلعب اللي ما يستحقش ما يلعبش. اليوم في التشكيلة حط اللي الحاضر أكثر. اليوم في حراسة المرمى ممكن بشير بن سعيد إن شاء الله يكون يعني في المستوى، وإن شاء الله يكون حتى يعني معز حسن وأيمن دحمين في المستوى للتعويض، وإن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يمشي لبعيد بعد مباراة ناميبيا المباراة الأولى، باش نكتشفوا برشا حاجات، نكتشفوا مردود المنتخب الوطني التونسي اللي عنده هوية. شفناه يعني فاز في المباريات الكبيرة، فاز أمام فرنسا، تعادل مع الدنمارك، منتخب الفايكينغ، يعني في المباريات الكبيرة المنتخب الوطني التونسي يظهر المعدن نتاعه، فهمتني؟ وإن شاء الله يركز على المجموعة، تكون المجموعة واللحمة خاصة للذهاب بعيد في كأس أفريقيا. وأنا متفائل لما لا المنتخب الوطني التونسي يظفر بهذه النسخة الصعبة والصعبة جدا، في ظل وجود غانا، في ظل وجود المنتخب المالي، في ظل وجود المنتخب المغربي وسود الأطلس اللي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم وما أدراك، في ظل وجود نيجيريا، في ظل وجود السنغال منتخب التيرينغا الفائز بالنسخة الماضية، في ظل وجود المنتخب المصري. المنتخب المصري يا بابا أكثر المنتخبات فوز بكأس أفريقيا، يعني الصراع باش يكون صراع مارد ورئبال، الصراع باش يكون قوي وقوي جدا. إن شاء الله اليوم منتخبنا يشرفنا وينورنا، وشكرا لك. أستاذ، مجموعة تعتبر صعبة، حكيوا على ناميبيا وجنوب أفريقيا ومالي، برغم أنه بعض السنوات اللي قبل كنا نجموا نربحوا في مالي ونربحوا في جنوب أفريقيا، السنة مجموعة قوية، كيفاش نجموا نعدوا الدور الأول إن شاء الله؟ ولا يشوف خطوة بخطوة، ستيب باي ستيب، من المباراة الأولى يعني الماتش الأول، وبعد تفكر في المباراة الثانية، وبعد تفكر في المباراة الثالثة، كل مباراة مباراتها، كل مباراة وتفاصيلها، وبعد ذلك نحكيه على الدور الربع النهائي، ونحكيه على المباريات القادمة خطوة بخطوة كما قلت لك. وإن شاء الله منتخبنا عندنا وليدات باهين، بالرغم اللي فما مواهب ظلمت ما كانتش موجودة في القائمة، عندنا نوارات
ما همش موجودين في القائمة ممكن هذا باش يأثر على المنتخب الوطني التونسي مستقبلا سواء في كأس العالم القادم 2026 اللي يخلي المواهب الصغيرة ما تختارش انها تمثل المنتخب الوطني التونسي بعد استبعاد يعني الأسماء اللي ذكرتها لك. وكما قلت لك حظ أوفر المنتخب الوطني التونسي. شكرا لك. شنو حظوظ المنتخب الوطني التونسي اليوم؟ نقولوا احنا للمرور من الدوري الأول في كأس أفريقيا بما أنه المجموعة قوية، جنوب أفريقيا، ناميبيا ومالي. هي المجموعة قوية، عنا إكيب، نحن ما عناش مدرب، عنا إكيب وما عناش مدرب، جلال القدري مخزز، عمل في 17 ظهر لي، يقول له يخرج، خليه يفهم روحه ويخرج، فما عباد معناها أنترونيرات أخرين. وديع شد جلال يا ولدي. فما برشا جواريه. شد جلال. فما برشا جوارات ما عيطلهمش كيما سعد بقير كيما حنابا. حنابا اللي تسبب قالوا راه عندي مشكله وكل شيء خاطر عمناه ولا فهمت قالوا عمناه وحطوا على البنك هكا وخليه على البنك. علاش تخليه فيه على البنك وهو الجوار فيزيك مو حاضر كل شيء حاضر؟ يرحم بوك هو فيزيك مو حاضر. شنو هو يجري في 300 كيلومتر اكثر من الاسد يجري الراجل مخليه فهمت على البنك ما تشيش. تو سعد بقير ما يطلوش هكا جوهر ما يطلوش. تو سعد بقير حظوظ المنتخب الوطني ما فهم عندي ما نصلش مش تقول حظوظ اصلا مع جلال القادري باش تلقى حظوظ دي لاباس ما نظنش كان معناه باش توصل تونس في الكوب دافريك ماهيش باش توصل مديهم فما جلال ماهيش باش توصل خاطر فما برشا جواريت مظلومين برشا معناها توقعات اللي معناها اللي 90% اللي تونس ماهيش باش توصل معناها في الكوب دافريك من غير ما نبقاو نشوفوا نتأملوا اللي باش تونس باش توصل وكاو. شكون الجوارات اللي تم استبعادهم برشا جوارات كان عندهم الحق انهم يكوروا في المنتخب التونسي؟ من حقه السيد يكور في المنتخب. الصغار يكوروا عنده يخصم بالله كي نجم يلعب مال متلوي ديجا والله. دي فما الصغار هما يحقروا فك ليكيبات الصغار يقول لك نجيب لك دراجر من غادي يعرف يلعب العيدوني من غادي يلعب في الدوري الاوروبي انجيبوهم هذاكم عندهم فيزيك يعطيو فرصه للصغار خاطر ديجا ما ناس نعيم سليتو يسلم سيكني كبروا صايي معناها بابور مزفر هذاك. حظوظ المنتخب الوطني التونسي اليوم في كاس افريقيا خاصه اليوم اول مباراه ضمن منافسات كاس افريقيا. والله راه حظوظ ضعيفه على الاخر حكم زاد جلال القادري انه انترونير المنتخب وما راهش يكون انترونير هذاك الجمله فهمتني كيما قالوها هاشتاغ سيب وهدي عشت جلال. 27 جوار تم اختيارهم للمشاركة في كأس أفريقيا. رأيك اليوم في بعض النقاد اللي يقولوا أنه جلال القادري ما فما جوارات استبعدهم وفما محابات في المنتخب؟ فما محابات أكيد الناس كنا نعرفوها أنه فما محابات وكما ترى زاد سعد بقير من فضل سعد بقير تفهم كل شيء أنه برشا جوارات مظلومين في الكيب ناسيونال.